السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالمسرات. عند الترمذي وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. الإنسان اللي جر ثوبه خيلاء متبطر على الناس شايف نفسه، هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت: يا رسول الله، ما يصنع النساء بذيولهن الحرمة؟ شو تسوي عيل بعباتها؟ فقال النبي: يرخينه شبرا. الحرمة تطول عباتها شبر. أم سلمة ردت للنبي مستنكرة: يا رسول الله، شبر بتطلع ريولها، تخرج أقدامهن. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن يرخينه ذراعا. ذراع الحرمة تطول عباتها من بعد القدم. ليش يا إخوة؟ لأن القدم بالاتفاق عورة، ما يجوز أن القدم يخرج. اليوم مو بس القدم، اليوم البنت تلبس عباة قصيرة، ومو بس قصيرة، لا قصيرة ومفتوحة، وتحت العباة النورة نصف الساق. معقولة وصلنا لمرحلة أن بناتنا وأخواتنا بالطريقة هذه؟ إذا كانت القدم عورة، كيف البنت اليوم طلع سيقانها للناس في الشارع تتمشى وفي الحدائق وفي الجامعات وفي الكليات وفي المدارس؟ بناتنا اليوم في المدارس في المرحلة الإعدادية والثانوية هذا حال بعضهم للأسف الشديد. يا أمهات، يا آباء، يا إخوة، يا أخوات، هذه الشريحة في المجتمع إحنا ننتظر منها تربي لنا جيل على الفضيلة والأخلاق والأدب؟ هذه بتربي لي جيل؟ هذه بتربي بناتي؟ هذا وضعها؟ قالك موضة، موضة إنك تتكشفين للناس، أطلعي سيقانك للناس عند الناس في الشوارع؟ إحنا متى سنفيق يا إخوة؟ في الحديث إن ذا المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. شو يعني؟ يعني زينها، يعني الشيطان يزينها ويجملها في أعين الناس المارة في الطريق. الحين هالزمن ما يحتاج الشيطان يطلع ولا يحتاج الشيطان يستشرفها، لا، استريح مكانك. المرأة بروحها اليوم راح تتكشف وتتزين باختيارها، باختيار شخصها. يا أخوات، هذه قمة في الانحطاط، قمة بالانحدار إلى الهاوية. احنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نراقب الله، نراقب أفعالنا، نراقب سلوكياتنا. مو بكل شيء طلع في المجتمع موضة إحنا ركضنا وراه، لا يا إخوة، الدين رأس مال المؤمن. يا أختي الكريمة، فكري شوي، فكري. العرض والشرف والجسد أغلى ما تملكه الأنثى، لا تجعليه رخيص لكل من هب وتب.